مرحبا سي مسعد. تمام. سي مسعد انت رئيس جمعيه حنا باع للعلوم والثقافه، ما عندها حتى دخل معناها الجمعيه هذه بالليكا سوسيال، لكن انت عرضتك الحاله نتاع سي حاتم، معناها عرضك في روتسالين في كرسي متحرك هكا. اي. وانت احتويته وجبته هوني معناها للبلاس هذايا، حطيته في دارك معناها اللي هي معناها دار فارغه ما فيها حد، انت حطيته فيها مأوى، كمأوى معناها خير من الشارع. لو تحكي لنا على الحاله اللي لقيت فيها سي حاتم. باهي. توا في تونس نحن نشوفوا برشا اللي زازديف حبيته حتى في الشارع واحد، ومش مسهل معناتها باش تتفاعل مع واحد وتعطيه محلك. انا اللي خلاني نتفاعل مع سي حاتم اللي كونه كي سالته قال لي راني نخدم كادر في تشينيزيا. قعدت معناتها باهت فهمت، وعندي دار ملك وعندي شهريه ما تفضل لي منها حتى فرنك. ووقتها قابلته انا معناتها في رود سالين 8 نتاع الليل، عاملين له جماعه رود سالين كي تفرجوا في الفيديو توا يعرفوه، عاملين له باش مغطينه على الشتاء. باهي. دونك انا كي وراني شات عمل نتاعو وشات الخلاص، قلت له معناتها بحكمي انا رئيس جمعيه ودبريتو كمواطن تونسي عندي محل وين معناتها نسكنوا للي نقالوا حل مع السلطه. باهي. دونك عرضت عليه قلت له عندي محل اجي نهزك فيه، حسيته جبته للمحل هوني، اما راه ما هوش ابيتابل المحل هذا، ما فيه لا ماء لا حتى شيء. الحاله الحقيقه كارثيه شويه. حتى الضوء معناتها خذيته مع عند جارتي بروفيزوار. باهي. دونك هنايا كي جبته انا هنايا اتصلت بالسيد الوالي، علمته ربط المنظمة لحقوق الإنسان، سيد المعتمد الأمن في باله، في باله بحالته، لكن الإشكال اللي تعرضني له يمكن هو ما يعرفش بحكم حالته النفسية يحب معناتها يفسر للناس شنو هو مطالبه هو بالضبط، هو ما يستحقش إعانة. السيد عنده دار ملك في أريانا، مهما كان مرته ما خذتها له كاريتها سافوار عنده دار ملك، ونحن سالنا اتصلنا بشكون في اريانا وتاكد صحه معلوماته واقواله، وهو ولد عائله كبيره من اريانا. دونك اول حاجه معناتها نحن كنحبوا نعاونوه يرجع لداره. معناها تدخل قانوني. تدخل قانوني يرجع لداره حتى ياخذ بيت في داره، حقه داره. باهي. هو حتى في القانون نتاع العقود الاكريه ولا واحد ما عندكش من تسكن تاخذ دارك. فما بالك هذايا ساقين مخصوصين والاخرى متعفنه باش تتقص وصبعه باش يتقص، وحتى الماكله يلزموا ماكله معناتها مش غذائيه خاصه. باهي. دونك كمطلب اساسي انا نطلب معناتها من الساده الحقوقيين والاساتذه المحامين يتفرجوا في يعاونوا السيد هذاك. هذه وثائق تثبت اللي هو يخدم والله شيء. شفناها وثائق رسميه. شفناها. معناتها شيء يقشع البدن. معناتها تعرض للعنف يعني. معناتها هذيك معناتها ملا زهر عنده معناتها فهمت؟ زاد جارة تسخايبو اس دي اف داخل ولا حاجة شد تضرب فيه وتخرج فيه بالسيف واحد. باهي. هذايا على الصفحة الرسمية نتاعنا حنا باع للعلوم والثقافة، اني باع للسيونس كولتور اللي يحب يدخل يشوف الفيديوهات نتاعو. اثنين هذي اتيستاسيون دو ترافاي. متونيزير. باهي اوكي. هذه شهادة عمل نتاعو معناها من الخطوط التونسية. وهذه هي شهريته. اه. وتقريبا يعني شهريته مش قاعد ياخذ منها في حد شيء. قال لك طب ظلوا معناتها حكايه فارغه 300 دينار ولا حاجه. تي تو يثبتوا من بعد معناتها تو التوانسه يثبتوا في الحكايه نتاعو تو يعرفوا كل شيء. دونك معناتها انا كي تو انا علمت معناتها السلطات الكل من السيد وكيل الجمهوريه حتى يكشي السيد رئيس المركز المعتمد الوالي الرابطه الكل في بالهم، لكن كي جينا نسالوا امور قانونيه ما ينجموش يتدخلوا له. هي حتى الحمايه كي طلبت الحمايه باش يجيو يهزوه قال لك ما عندناش بيه علاقه. لزاز دياف ما عندناش بيه علاقه وهو ماهوش اس دي في. ماهوش اس دي في. دونك لهنا اشكال. سيد المعتمد مشكور حب يتدخل له معناتها باش يلقى له اقامه وقتي. عنده كارنيه سي ان اس اس وعنده شهريه وعنده دار.
حق اي وحاجه اخرى معناها لازم رعايه صحيه تو رعايه طبيه صحية. دونك حتى قال لي راه باش نلقاو له معناتها اقامه معناتها حاجه مؤقته ومن بعد يعاودوا يخرجوه. والسيد عنده دار ملك دار. والعجز ما يمشيش من المعوزين ولا تاع العجز ما يمشيش لهم خاطر اقل من 55 سنه. دونك فماشي حل قانوني باش ينجم يسكن في داره. هاو الحل الوحيد كونوا الحقوقيين الاساتذه المحامين ياخذوه يشكيوا بمرته ويشكيوا بالتنزير. لو كان فما معناها اي مسؤول او اي رجل قانون معناها يشاهد فينا شنو تنجم تقول له؟ معناتها يقولوا معناتها الحقوقيين يدخلوا لصالح هو كاو. نجم تخلينا في كلمه ختام رقم الهاتف الجوال مره اخرى؟ بالنسبه لي انا كرئيس جمعيه ما عندي حتى علاقه بالموضوع. يعطيك الصحه احتويته يعني ورغم ما عندك حتى دخل بالليكا سوسيال. فوالا انا ما عندي حتى دخل بالموضوع. حاجه اثنين انا نطلب مثلا كما قلنا نحن فماشي جمعيات يجيو مثلا يبدلوا له حوايجه يبدلوا له الفاصمه يعطيوه ماكله بروفيزوار للي معناتها نلقاو له حل على قاعده. الراجل بداره وشاريته معناتها مش تفاد ليك على الحكايه. نطلب من الجمعيات اللي معناتها ينجموا يجيو يزوروه ويتلهوا به. المفتاح موجود عند شخص جارنا وخلي عنده المفتاح خاطر انا ساعات نخدم ولا نروح. دونك عنده المفتاح في اي وقت ينجموا يجيو يلقاوه. خليوا رقم الهاتف في الجوال باش كان فما حاجه هكا ولا هكا يتصلوا بيك او بسي حاتم. انا ما عندي حتى دخل وهو قانونيا نحن معناتها انا جمعيه معناتها علوم وثقافه ما عندناش دخل باللي كا سوسيال. لكن انا اويته معناتها وقتيا لنلقاو له حل. دونك رقم الهاتف نتاعو هو انا موجود معروف مسعد في شارع مدريد 13 شارع مدريد معروف فهمت. لو كان عندك رقم حاتم معناها تعطينا رقم حاتم مرة أخرى معناها احنا خذيناه من عنده لكن للتذكير. استنى للتذكير مانيش حافظه مو خلينا نشوف التليفون. لا حاطه في التليفون الآخر يا حاتم يشرش الكبير قل لي قل لي. قادر سي حاتم قداش؟ 53 654 103. يعطيك الصحة سي حاتم. إن شاء الله مسؤولين أو رجال القانون أو أي عبد ينجم يعاونك حتى بمعلومة معناها أو يوجهك للمكان الصحيح أو كان فما تدخل قانوني باش أنك ترجع لدارك إن شاء الله يا ربي يسهلك. الله يعيشك يا مدام. صحة. كلمة بربي راهي سيق ومتعفنة ومعناتها هذيك باش تتقص. إن شاء الله يا ربي ما توصلش للقصان. إن شاء الله معناها إن شاء الله نلقفوها وكهو. مشكورين. عايشك.